السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بهمان آدر ولا مؤمنين لك ذو الحجة يرد മഹാന്മാരായ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ്. 313-ാമത്തെ ആണ്ടാണ് ഇന്ന് അവരുടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദീന് നശിപ്പിക്കാൻ, പള്ളി പൊളിക്കാൻ, മുസ്ലിങ്ങളെ ഒക്കെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരോട് പ്രതിരോധിച്ച് നിന്ന് സധൈര്യം പോരാടിയ വലിയൊരു സമൂഹത്തോട് പോരാടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലി സാഹിബ്, മുഹിയുദ്ദീൻ സാഹിബ്, അവരുടെ പെങ്ങളുടെ മകന് പോക്കര് എന്ന് പറയുന്ന 15-വയസ്സുകാരന്, ഇവർ ആണ് അടരാടിയിട്ട് വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചത്. അവർ അന്നത്തെ ആ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അടരാടി ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ഈ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കൾ. ഓമാനൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ദർജകൾ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ, അവരുടെ മദദ് അല്ലാഹുവിന് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവരെ പേരിലുള്ള മൗലീദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. ഇലാ ഹദറത്ത് സയ്യിദന വ ശഫീഅന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇലാ അൽഖൈരി അജ്മഈൻ അൽഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق وفضل الإنسان وأنزل له الدين القيم طريقا موصلا إلى الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو المنزل القرآن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله لجميع الإنس والجان شهادة توجب وتدخلنا الجنان وتسلم وتعطينا الأمان وسبحان من نظر دينه إظهارا بالغا على سائر الأديان وأوصل صيته ودعوته إلى جميع البلدان فقد أعلى وأشاع دينه بالمزية والخصوصية في كل مكان لا بمجرد الإكراه والجهاد كما يقول معاند الإسلام والقرآن فمما ينبغي أن يعلم أن الإسلام هو المرضي المقبول المنزل من الرحمن ولذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام لكن لما ظهرت العداوة واشتدت من الأعداء اهتاد المسلمون إلى المدافعة والجهاد والإعلان كما هو معلوم من كتب السير والتواريخ للسلف والخلف أهل الحق والإحسان وأعلن الله تعالى وبين دينه بإرسال الرسل والبرهان الذين وصفهم الله وأثنى عليهم في مواضيع كثيرة عديدة من القرآن عليهم أفضل الصلاة والسلام من الله الكريم المنان وأكمل نعمته بأكمل الرسل وسيدهم حبيب الحنان وشيد وأيد دعوته ورسالته بالأولياء والشهداء والعلماء ذوي العرفان الذين هم أعلوا كلمة الله ومنار الإسلام والإيمان وفي فضلهم وشرفهم آيات وحديث ممن أرفعهم إلى نهاية مدارج الإحسان وأسعدهم إلى غاية معارج الإنسان قال تعالى في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار وقال أيضا من جهد غاديا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غاديا في سبيل الله فقد غزا صلى الله على سيدنا محمد نبي آخر زمان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلام ما دامت الأكوان والأزمان ومن تلك الشهداء المذكورين شهداء أمانور الذين قاتلوا وقتلوا في معركة شديدة بأمانور الفائزون بالفرح والسرور والفضل من الله الواحد القهار واغتنموا الفضائل العظيمة كما اغتنم الأولون من الصحابة والتابعين الأبرار وانتشر بجدهم وجهادهم وبسائر الشهداء رسالة الإسلام ورايته في كل معمور هم الذين فازوا وظفروا بمراتب عالية وبكرامات سنية لدنية بذلوا أموالهم وأنفسهم في معركة القتال العلية لأجل الإسلام ولبقاية المساجد المسلمين أهل الملة الحنيفية رضي الله تعالى عنه وعنا وعن أهلنا ونفعنا بهم وبأسرارهم وبركاتهم في الدارين رضي الله عمن نوينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمن نوينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمن نوينا رضي الله عنهم وعنا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ألا الحمد لله وهو رب البرية وأشكره شكرا على كل نعمتي وأشهد أن الله خالق خلقه ومبدعهم وهو الغفور لزلتي فسبحان من كل الخلائق يرجع إليه وفضل بعضهم بالمزية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأرفع بعضا فوق بعض برفعتي وفي صفهم من نال فضل الشهادة وبشرهم بالنعم والفضل كلها جزاهم وشرفهم بإدخال جنتي وأعطاهم الله الكريم بمنه جزيل جزاء من خزائن رحمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية أولئك من جادوا وباعوا نفوسهم لدين الإله قدوة للصحابة ومن على شهداء وما نور منة عليهم رضا ثم أزكى تحيتي هم قتلوا لدين مشرفين وفاضوا وحازوا كل خير بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية يزور الورى من كل
فج مجاره لتحقيق أهدافه ودفع المصيبة بهم نسأل الله الرحيم سلامة من العلل والآفات حق القيامة وحصل مقاصدنا وحقق رجاءنا بهم واحمينا وادفع جميع البلية نصلي على خير الخلائق كلهم وآل وصحب تابعين الأئمة صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه ظهرة من تلك الشهداء في الحياة وبعد الممات كرامات كثيرة وخوارق العادات اندفعت بهم الإنس والجن حتى البهيمات وظفروا واشتهروا في أكثر البقعة بمناقبهم العليا وما يحدث منه ومن الأولياء والأصفياء من الكرامات كما يحدث من الأنبياء المعصومين من المعجزات لأنهم إنما يتبعون ويبلغون دعوة الأنبياء عليهم الصلوات وقرهم الله توقيرا وحقر من عاداهم تحقيرا ونور قلوبهم بالأنوار الإلهية تنويرا فلنورد من مناقبهم وأحوال جهادهم نبذة يسيرة لتكون سببا ينجينا من كل المخلوقات أولا وآخرا ولأهلهم ومحبهم ذريعة لذكرهم غير عسيرا ومما روي من أسباب القتال أن عضو من طائفة النيار من تجور الشهيرة لما أخرج من مسكنه وموطني لسبب ما وضاقت عليهم الحياة والأرض والطر اضطرارا كبيرا وغادر من الوطن ملتجيا مسافرا ووصل إلى قرية مسمات بمبنور لكثرة المعابد والأصنام واسمها الآن المعروف المشتهر بين الأمان وأمانور قرب كوندوتي مركز الإسلام والمبارك مقبرة تلك الشهداء الكرام وكانت في تلك القرية ثلاث ديار للمسلمين وكانت في تلك الديار ثلاث رجال مشهورين وكانوا فائقين نسبا وحسبا وفي الدين متصلبين وفي الأفعال الجهادية حاذقين متدربين وهم الشهداء الأمانيون الذين نزلوا في الحرب لما لم يجدوا بدا من الحرب لدفع إظلام المشركين واجب القتال لإخلاص الاعتقاد عن الظالمين وأسماؤهم كنالي ومحي الدين وكني بوكر رضي الله عنهم أجمعين والثاني والثالث ابن أختي الأول وكانوا خاشعين متواضعين ولما رأى الأول منهم ذلك المغادر من النيار الكافرين متعسرا مضطرا بالجوع والعطش عطاه الطعام والأمان قصدا للتودد والمحبة والعلقة بين أهل الأديان والألفة بين أهل الأديان ورغبة في الثواب الجزيل من الله العليم المنان لكن بعض الكفرة من أوي ووي كانوا معاند المسلمين والإسلام فخرجوا لإخراج ذلك الملتجي من بيت الشجاع الكريم لكن ردهم خائبين بغير حصول المرام وجعلوا هذه الواقعة سببا للعداوة والضرام ومع ذلك اعتنقت وأسلمت خادمة معبد الكفار في بالو المشهور الآن بين الأقوام باسم بلكن قربا شروبا وقبلت ودخلت دين الإسلام متسمية بحليمة اسم حليمة سعدية رضي الله عنها طائفة راغبة في الإسلام لا راهبة ولا مكرها لأنه لا إكراه في الدين لظهور الإسلام كما قالت تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم جعلنا الله وأهلنا ممن اختار خير الأديان وجعل عواقبنا مع الإيمان رضي الله عمن ناوينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمن نوينا
رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمن نبينا رضي الله عنهم وعنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن أمار موطنهم فيها القتال جرى كندو ملجعهم وقر وزر قبرا عظم بهم فضلا شرفا قد اغتنموا كل المكارم نالوا جنة صبرا نما الرجال هم نما العباد هم نما الغزاة هم هم سادة قدرا لما تقدم جيش الكفر وافتخرت بالظلم والهدي بيت الله مقهورا لما تقدم جيش الكفر وافتخرت بالظلم والهدم بيت الله مقهورا هم حاربوا قتلوا جما غفيرا من الكفار وانهزم الباقون دون مرا ظهر الخوارق للعادات باردة في موضع المدح بين الناس مشتهرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهل رأيت صناديق النذور لهم يلقي الجميع بها ما كان منذورا قصدا لتحقيق أهداف منوعة والكشف والبرء من أمراضهم عسرا من الإله عليهم منة كبرى نرجو بهم نصرا عونا لنا بشرا نستغفر الله علام الغيوب عن الأوزار بالشهداء فاغفر لنا غفرا يا رب ارض عن الشهداء وماري كانوا على رطب تعلو من الزهرة يا رب صل على المختار سيدنا والآل والصحب والأتباع والكبرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاتهم المشركون به قاي تهمة من البعض مكرا فأجمعوا جميع أصناف الكافرين ضد المسلمين غدرا فردوا الخادمة المعتنقة إلى الإسلام من الملة الحنيفية إلى ملتهم الفاسدة جبرا ولم يكتفوا به بل قصدوا وشرعوا في إخراج المسلمين من بلادهم قهرا وذهب جماعة مشتملة على 6 رجال من الأكابر برئاسة زعيم البلد إلى السامودري الأمير الأكبر إعلاما وإخبارا لكن لم ينالوا من عنده إلا ما يهمهم ويحزنهم ولم يجدوا خيرا ثم رجعوا إلى وزير سامودري فأخبروا بما جرى فوعدهم عند الأمير الأعظم شفاعة ونصرا فغادروا إليه ثانية وفصلوا وافتروا على المسلمين افتراء كثيرا لكن ردهم ثانية وأوصاهم بالصبر والمودة بين أهل الأديان والمسلمين ثم بعد رجوع من الأمير قانطين أخذوا خنزيرا وقتلوه ورموه في المسجد مستهزئين فعند ذلك توجع المسلمون توجعا شديدا لهتك حرمة دينهم وشعارهم فكانوا صابرين ولما صبر المسلمون قتل بعض الكفرة بقرة وألقى رأسها في معبدهم حيلة منهم للخروج على المسلمين وطردهم مخرجين هذا أدب بعضهم وهم المعاندون للإسلام لعنهم الله إلى يوم الدين فالتهب وغضب الكفار واشتد غيظهم ظنا منهم أن المسلمين هم الملقون واضطرب شيطان وتكلم على لسان واحد منهم تكليما أن أخرجوا المسلمين واستأصلوهم من هذه البلدة لأنهم آذوني وعمموهم تعميما وإن لم تفعلوا يرجع الوبال والإضرار مني عليكم فعزموا عليه وصمموا تصميما فأجمعوا العساكر وهيئوا جميع آلات الحرب مسرعين فخرجوا جيشا عظيما امتثالا لشيطانهم وإحراقا لمساجد المسلمين فأحرقوا أولا مسجد طالوت ونهبوا الديار والأموال وهتكوا شعار الإسلام واجلوا جميع المؤمنين ولم يخرج عليهم ولم يجترئ واحد خوفا ورعبا بل اختفى كل منهم عن الخروج للمدافعة والمنع معيبا مهابا وسمع الرجال المذكورون بما جرى في جوار قريتهم من الأمور الفظيعة وتحزنوا شديدا
بما سمعوا من الاخبار الشنيعه فعازم الاستخبار عن الحقيقه والزياره للبلاد المهلكه والقرى فخرجوا وراوا ما راوا واخبرهم رجل مسلم بكل ما درى في المخبره فتعجبوا وتاسفوا على عدم ملاقات الاعداء ومدافعتهم ورجعوا بالمشاوره واجتمعوا بعد الرجوع في مسكن محي الدين واتفقوا على الجهاد ان استمروا على الاهلاك وللإظلام ثم استشهدوا كما تمنوا بعد المحاربة العظيمة كما يأتي البيان الحق والإسلام رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم رحمة واسعة سرمدية وعافنا وحفظنا من كل مصيبة وبلية رضي الله عمنا بينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمنا بينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمنا بينا رضي الله عنهم وعنا يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد يا رب منزل ديننا المعظم على النبي المنذر المبشر حمدا وشكرا أنت أهل لهما أنت المكفر والغفور لواذري انتشر الإسلام والقرآن في كل معمول وحك بحكم القادر وجيش الكفار جيشا للنهب والهدم والظلم الكبير الظاهر نهبوا الديار وأحرقوا المساجد حتكوا الشعار لدين المظفر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فهذه الشهداء شجع ديننا ترجى بهم حصول فوز باهر وسبوا إليهم قاتلين بشدة الدفع ومنع مثل أهل البادر في شهر ذي الحجة قتلوا الشهداء في الحرب بالجم الغفير الماهر حذوا المفاخر كلها ظفروا به نالوا المراتب بالقطاب الوافر كم من عجائب تنجلي وبجاههم تقضى الحوائج عند نذر الناذر الله أنقذنا بذي الشهداء عن كل داهية ومكر الماكر يا رب يا رحمن كنا نسأله عونا معينا في الأمور فيسره صلوات ربي دائما على النبي من الخلائق من مقام المحشر يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدي وروي عن ثقات أن مشركا في بالو استأجر مسلما بعد إحراق المسجد وإجلاء المسلمين فبينما هو في مهنته أتى هناك كافر حرب فلما رأى المسلم سار إليه وسبه والموحدين ودار المكالمة بينهما إلى حين وضربه المسلم لما جاوز جميع الحدود في الشتم بما في يده من آلة المهنة وهرب هربا شديدا خوف الأعداء المعاندين وقوط يد الكافر بالضرب فصاح إلى رؤساء فرارا فأجمعوا العساكر والآلات فخرجوا باستعداد عظيم وبأهبة تامة وجيوش كثيرة لاستئصال المسلمين ونفي من مسافة 8 فراسخ بذرا ووصل المفسدين محرقين إلى غمان ورقصتن إلى الرجال المشهور المذكور في يوم الجمعة صابية ذي الحجة المباركة سنة 1128 من هجرة خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية فتحير من ذلك المسلمون وعلم الأول من المذكورين الخبر فتهيا منتظرا لمجيئهم راغبا في الشهادة والأجر ثم قال لزوجته الودود اذهبي إلى أهلك مع الأولاد وأوصاها بالدعاء للسلامة والخير فذهبت باكية داعية للزوج المحب المنتظر ثم تولى وصلى ركعتين ودعا الله مخلصا متواضعا وسأل الله تعالى سلامه أبي الشهادة وانتظر المدافع وعلم ابن أختي كني بوكر الخبر وكان صغيرا لم يبلغ فوق 15 من عمره فأسرع إلى مسكنه فتحلى بآلات العرب واستأذن أمه العجوزة للجهاد مع الخال بعد المعانقة والتقبيل فابت وقالت يا بني ليس لي غيرك ناصر وما تابوك في صغرك وربيتك
وكيف الحال فلا بد من الخروج لتجاوز المشركين جميع حدود العدل وما شاء الله كان فإذني يا أمار رضية مرضية بحكم الله المنان فقبل وجهها ثانية ووعد اللقاء إن شاء الله تعالى في على الجنان فخرج بعد المعانقة الطويلة بإذنها ودعائها لشهادة والإيمان وصل الخال فجأة من غير تأخر وطوان فقال له الخال ارجع إلى أمك فإنها عجوزة وحيدة وأنك لا تمكن الجهاد فأبى إلا الإقامة معه فأمره بالوضوء الكامل والدعاء والتوكل والابتهال إلى الله مالك العباد فسمع صوت مجيء الجيش إليهم فتهيأ حتى للجهاد വന്ദഹൽ ജൈഷൽ അദീമുൽ കബീറു ഇലാ ചെറുതൊട്ട് ഇലാ ചെറുതോട് ബൈത്തിൽ അവലി ഒമിൻഹാവുന ജറത്തിൽ മുക്കാലത്തലത്തു അവലൻ വഹാത്തുദ്ദാറലിഹീഖുഹ ളാലിമിൻ ഫഖാലാ لهم القول الحسن وطلبا منهم الرجوع الى الوطن من غير ظلام واهراق لبيوت المسلمين فلم يقبلوا بل عاتبوا كل المعاتبه للمسلمين واوقدوا الدار من الوراء بالنار وكانوا متكبرين فلما راوا النار في الدار وسبا الى وسط المشركين مهللين مكبرين فشرع المقاتله ഇല വസ്തിൽ മുഷരിക്കീന മുഹല്ലൈനി വമുക്ബറൈനി ഫശറഅൽ മുഖാതലത്തു വൽ മുഹാരബത്തു ശദീദ ബൈനൽ ഫരീഖൈനി ഹത്താ ഖുതല ജമ്മുൻ ഗഫീറു മിനൽ അദ വൻഹസമൽ ബാഖൂന കുല്ലുഹും അജ്മഉ ലമ്മാ റൗദുൽ മൗ വഹദമൻ ലാഹിറൻ മനഉ വകഫുൽ കാഫിരീന ജമീഅ فهم الغزاة الحائزون المغفرة فلذلك انهزم الجميع جميعا نور وعتر ربنا قبورهم واغفر لنا كل الذنوب جميعا ثم ذهبا إلى بيت ثاني محي الدين ظنا منهما أن المنهزمين إنما ينصرفون إلى تلك الدار ولما وصلا هناك لم يجدا فسأل عنه من فقالوا إنه ذهب لتحديد الآلات وبعض حوائج الدار فعلم الخال لابن أخته بعض المهمات من الأفعال الجهادية وما ينبغي ويجب أن يعلم به من الأمور والحيل الحربية بعد إرسال أهل البيت إلى بقعة مرضية ولما رجع وصل ثاني الذاهب لتحديد الآلات أخبره الخال بالحال وأمره بالتولؤ والتهيؤ لشهادة لوجه الله المتعال فعن قريب جاء العداء كما ظنوا بعد الاجتماع والعزم على المقاتلة والحرب إلى آخر الحال فقاتلوا جميعا بعد التحدي بينهم قتالا شديدا أي قتال وقتل من العداء كثيرون ولم يقدروا للثبات والاستقرار في المعركة للقتال بل انهزموا كلهم خوفا ورعبا أي انهزام فعند ذلك تشاور أولئك الرجال المقاتلون بينهم وعزموا واتفقوا على نزول واحد واحد إذا رجعوا طمعا في الوصول إلى مراتب الشهداء الكرام وأرجع الله المشركين المنهزمين بعد ساعات كما تمنى أولئك العظام فقاتلوا واحدا واحدا حتى استشهدوا كلهم في سبيل الله والإسلام فنزل أولا محي الدين رضي الله عنه وقاتل بعد التحدي بواحد واحد ثم باثنين اثنين من المشركين ثم حارب منفردا لجماعة عظيمة فاستشهد وقت الجمعة بعد قتل كثير من الكافرين وثانيا نزل واستشهد رئيس الشهداء وقامع الأعداء كنال رضي الله عنه وقت الأسر بعد القتال شديد لأعداء الله والدين وآخر استشهد كني بوكر وقت المغرب وقاتل منفردا متوكلا على الله عز وجل لجمع غفير وقتل الكثير كمثل الأولين حتى ظن الأعداء بأن لا نجاة لهم إلا بالغدر والمكر الكبير فجاءوا سريعا بحاذق في الرمي من شوايور فرماه مختفيا في موضع خطير وصرع رحمه الله تعالى بسهمه الذي أصاب تحت صدره بحكم أذلي من الله العلي الكبير فاجتمع الباقون من المشركين حول ذلك الأسد بالفرح الكثير لكن وثب
في آخر رمقه وأدار السيف حوله فقتل من اجتمع وهرب من سلم من الكفرة وهم قليلون جدا قانتين متحيرين رضي الله تعالى عنا وعنهم عن سائر الشهداء أجمعين رضي الله عمن نبينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عمن نبينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عن من نوينا رضي الله عنهم وعنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توجهنا بذي البر وذي الفضل وذي الخير إلى ذي البر والبحر بذي الشهداء وماني إلهي خالق البشر وسلمنا من الضرر ومن ضيق ومن فقر بذي الشهداء وماني وبكل صحب والشهداء وبالآل مع الزهداء بكل آتنا السعداء بذي الشهداء أماري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أيا منان أرشدنا ويا حنان أنصرنا ويا ديان أكرمنا بذي الشهداء أماري وهم أهل الكرامة بهم نرجو المعونات كذا دفع المضرات بذي الشهداء أماري أيا ذا الجود والنعم أنلنا العلم ما فهمي وأوصلنا إلى الكرم بذي الشهداء وماري وكم من ناذر نذرا وكم من زائر صارا بنيل الطلب مسرورا بذي الشهداء وماري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وجنبنا عن العسر وبعدنا عن الوزر وقربنا إلى النور بذي الشهداء وماري ووفقنا وزد علما وسلمنا وزد حلما ووسعنا وزد فهما بذي الشهداء وماري توسلنا بعظمائي تمنينا بكرمائي ترجينا بشهدائي بذي الشهداء وماري إلهي ارحم لقاء إلهي ارحم لقارئنا لسامعنا محبينا وللكل وأصلحنا بذي الشهداء وماري إلهي صل سليما على النبي دائما وآل كلهم جمعا وآل كلهم جمعا بذي الشهداء وماري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاعلم أن هؤلاء الشهداء مستحق التوقير والاحترام وملجعهم ملجأ لكل المرام يأتي الزائرون من قريب وبعيد إلى مزارهم لأنه متبرك لنا لتحصيل المقاصد وشفاء الأمراض وتحقيق الأهداف وحصول الإنعام ويتبركون بهم وبآثارهم وينذرون عليهم ويتصدقون بقراءة القرآن وإطعام الطعام وكراماته مشهورة بين الأقوام لا ينتهي التعداد الكثرة فمنها ما اشتهر من غير إنكار من أن الأولين سقفوا فوق مزارهم سقفا مرارا لكن لا يثبت ولا يستقر بل ينقل ويرمى مرفوعا إلى أي مكان بعيد من المقبرة ولذلك ترى ضريهم خالية عن السقف والبناء
وحوط حولهم بالجدار المربع من غير إسراف وإعلاء منها أن واحدهم وهو الثالث لما أصابه سهم العدو من القريب أخرجه رئيسهم وهو الأول ومسح الجرح بالريق العجيب فالتأم وشفي فورا بإذن الله الواحد الرقيب. وأيضا لما وشي أموات المشركين بعد انقضاء القتال الهوى وأرضيات والديدان لم يدن شيء منها إلى أجساد الشهداء المذكور. وكذا إن رجلا سرق صندوقا فتجنن في الحال بسببه طول الزمان فلما رد ما سرق إلى الصندوق بري مما فيه من الجنون ومنها أن قريتهم كانت مركز المعابد والأسلام كما مر أولا من البيان. وبعد القتال كان الأمر بالأكس حتى الآن ولا يتمكن لواحد منهم فيها الاستقرار والاستيطان إلا تحت المسلمين لهم مطيعين ومنها ما روي بطريق الاستفاضة من أن الرامي الجائي أخيرا من التواير لم يولد له الأولاد ذكر إلا بالعوج أو بالعيب القبيح ولم يوجد ذلك في الإناث من أولاده حتى الآن. ومنها أن رجلا ذكر عن الشهداء بما لا يليق بهم من القذف والكذب والخطير ثم بعد ذلك فعله وما قال عنهم من الفعل القبيح وفضع عند أوساط الناس وضرب ضربا شديدا في السوق وأصبح نادما وكان من المبتدعين وغيرها من الكرامات العجيبة الكثيرة ولا ينكر ولا يشك في مثل هذا إلا الضالون المضلون لما ثبت بالآيات والأحاديث الصحيحة من البرهان. ولما استشهدوا واشتهر الخبر جاء المسلمون المقيمون حواليهم فردا وفوجا وتنازع المحلين القريبين في أجسادهم الشريفة قصدا للتبرك بهم والامتنان حتى آل الأمر إلى الحكم بالقرعة فقرعت ونقلت إلى المحلة القديمة بكندوة بالاتفاق منهم أجمعين ودفنوا في المقبرة الواسية المباركة بمقبرة زين الدين المخدوم الرابع رضي الله عنه بمقبرة الولي العارف بالله القاضي المتطوري رضي الله عنه بسائر صالحين. وكان مزار تلك الشهداء مركزا للزيارة والتبرك لأهل العناية والصالحين وفي أكثر البلاد والقرى صناديق نذرهم ويلقي الناس فيها من غير تفرقة بين المسلم وغيره من أهل الأديان وكذلك يطعم مما يحصل من أهل الفقراء والمساكين. وهذا مثالي مؤكد للتودد والمحبة بين أهل الأديان حمان الله من تحقير من وقرهم الله وجعلنا وأهلنا من الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين أمان الله. وصلى الله تعالى وسلم على نبيه وحبيبه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عما نبينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عما نبينا رضي الله عنهم وعنا رضي الله عما نبينا رضي الله عنهم وعنا. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات هم الشهداء أعلام هداة سقوا كأس المحبة والرضاء وهم أهل الكرامات الكثيرة ونورد نبذة بعد الثناء. ولما نال واحدهم سهام شفي بالمسيح بالريق الدواء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بنى الرؤساء بنيانا وسقفا مرارا فوقهم قصد الحماء فوا عجبا ينقل في البعيد لعدم رضاهم السقف الهوائي ورجل سارق صندوق نادر تجنن في الأمور مع البلاء
ولما غشي أموات الليام ذباب والهوام مع الدماء فلم يقرب من الحيوان شيء إلى أجساد هذا الشهداء هذا الشهداء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي يا إلهي خلصنا من الآفات سلم من وبائي ببركة هذه الشهداء فارحم وسلمنا وخلص من بلائي إلهي وفق العبد الفقير لكل الخير والطف بالعطاء وصل على النبي البر وسلم وآل والصحابة بالبلاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات صلوا وسلموا على خير البرية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه ഒമാനാദരുള്ള മുമിനീങ്ങളെ, മഹാന്മാരായ ഒമാനൂർ ഷഹദാക്കളുടെ മൗലിദാണ് നമ്മൾ ഓതിയത്. ഇവരുടെ 313-ാമത്തെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ പകൽ ദുൽഹിജ്ജ 7-ന് കഴിഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ദറജകൾ ഉയർത്തട്ടെ, ഇവരുടെ മദദ് അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല സ്വാലിഹങ്ങളെ മക്കളെ നൽകട്ടെ. എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ ഖുർആൻ വബാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, ലോകത്തെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പൂജക്കാട് പൂജക്കാട് ഉബൈദിലെ ഹമീദ് ഉസ്താദിലെ നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം പലയിടത്തും ദർശക്കെ നടത്തിയ വലിയ ദീനി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ആളാണ്. അള്ളാഹു തആല ഫറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇന്ന് ഈ ദുൽഹിജ്ജ 7 ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി ഉസ്താദ് പി ടി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വേങ്ങര, മറ്റേ അല്ലെഹ്സാനിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തിയ വലിയ മഹാനാണ്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മുഹരിമായിക്കൊണ്ട് 28 ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹജ്ജിൻ്റെ വേളയിൽ മിനായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹിജ്ജ 7 ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. അവരുടെ ദറജകൾ അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ദർശനം നടത്തിയ മഹാനാണ് നമ്മളെ ബഷീർ പൈസ വെണ്ണക്കോട് ഉസ്താദിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ ധാരാളം വാർത്തെടുത്ത വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു തആല. ആ മഹാനുഭാവിൻ്റെ എൽമിൻ്റെ നഫ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബ് അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം മഹാന്മാരുടെയും മഹത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ ആണ്ടിൻ്റെ മാസമാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് മാസം. നമ്മൾ ഇൻഷാ അള്ളാ മഹാനായ സൈദിന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഹാജർ ഉമ്മക്ക് തുടങ്ങി അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഉലൂഹിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. നാളെ അത് തന്നെ ആ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിക്കാനുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല അതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ ദുൽഹിജ്ജ 8 യൗമത്തെറവിയയുടെ ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ രാത്രി യൗമത്തെറവിയയുടെ രാത്രിയാണ്. നാളെ നമ്മൾ നോമ്പോൽക്കൽ വളരെ ശക്തമായ സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അറഫയുടെ നോമ്പ് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല. വിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള നോമ്പാണ് അറഫ നോമ്പ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹു ദുൽഹിജ്ജ 9 വേടാഴ്ചയാണ്. വേടാഴ്ചയുടെ ഒരു നോമ്പൊക്കെ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ന് അറഫ നോമ്പ് കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ കൂലി നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കുന്ന വലിയ പുണ്യമുള്ള രാത്രികളാണ്. വലിയ പുണ്യമുള്ള യൗമുൻ നഹർ വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ഹാജിമാരൊക്കെ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞ് കാണാപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ റബ്ബു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇന്ന് അവരൊക്കെ യൗമത്തർവിയയുടെ ദിവസത്തിൽ അവരൊക്കെ മിനായിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ രാത്രിയാണ്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ ഹാജിമാരുടെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് തടയപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. ഒരുപാട് ആൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും സിയാറത്തുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ മുടക്കും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നീക്കി സലാമത്ത് തരട്ടെ. മഹാന്മാരായ ഒമാനൂർ ശുഹദാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ നീക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ
നമ്മൾ ഒമാനുൽ ഷുഹദാക്കളുടെ മൗലൂദ് ഒരു അദീസെങ്കിലൊക്കെ ഓതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടി യാസീനൊക്കെ ഓതി ദയർക്കുക, ആ മക്കളോടും ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും കുടുംബത്തിലൊക്കെ പറയുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി വലിയ പ്രതിരോധ നിര സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ഒരു മൂന്നാള് മാത്രമാണ്, കുഞ്ഞാലി മുഹിയുദ്ദീന്, കുഞ്ഞാലി, അതുപോലെ തന്നെ പോക്കര്, കുഞ്ഞിപ്പോക്കര് അല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പോക്കരൊക്കെ ചെറിയ വയസ്സാണ്, 15 വയസ്സാണ്. അവരൊക്കെ കണ്ട ആ ധൈര്യം തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി വലിയ ഒരു ശത്രു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അരിഞ്ഞാല് നുറുക്കിയത് അവരെ. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു സേവനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ചെയ്ത മഹാന്മാരും മാതൃക്കളാണ്. അവരാരും അങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോയതല്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും പള്ളി കത്തിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവർ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പ്രതിരോധിച്ചെന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ധൈര്യശാലികൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരിന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒമാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ ഉയർത്തിട്ട് അവരുടെ മദദ് അള്ളാഹത്തെ നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് കാണുന്നവരുണ്ട്, പല വിഷയം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ജാമിയാ സാഹിബ് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ. അവരെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നമുക്ക് അള്ളാഹുത്താല സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പെൺകുട്ടികൾ, മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണമുണ്ട് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി സ്വർണത്തിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വിലയല്ലേ സ്വർണം, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിന് ഏറ്റ് സഹായിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും വേണം ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും സന്തോഷം തരട്ടെ. അവർക്ക് എല്ലാ സഹായികളെയും അള്ളാഹുത്താല സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹുത്താല ദൂരീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹികളിൽ അള്ളാഹുത്താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാരെ, കൂട്ടു കുടുംബങ്ങൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ വല്യമ്മ ഹജ്ജ് സമയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ മരണപ്പെട്ട ജനത്തിൽ മുഹല്ലയിൽ അവരെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ ഹജ്ജ് മാസത്തിലാണ്, ഹജ്ജ് സമയത്താണ് അവർ വഫാത്താകുന്നത്. അങ്ങനെ എത്രയോ ഹാജിമാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളില ഫൈസി ദുൽഖാദ് മാസത്തിലാണ് അവർ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അവർ അതായത് വഫാത്തായത്. വെള്ളില ഫൈസി ജനത്തിൽ ബഖയിലാണ് അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. അള്ളാഹുത്താല എല്ലാവർക്കും മാഫറത്തും മറാമത്തും നൽകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുത്ത് മാറാവട്ടെ. ദറജകളല്ലോ ഉയർത്തട്ടെ. അവരും നമ്മളെ, നമ്മളിന്ന് മരിച്ചവരൊക്കെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹുത്താല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات تسلمنا بها من جميع الاسقام والافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مدح شهدائك العمانيين فتقبله وسائر الأعمال منا يا رب العالمين اللهم انفعنا بهم وبأسرارهم وبقربهم وواعده علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا يا خير الناصرين اللهم إنا نسألك بأسمائك وبأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وبالأولياء والعلماء والشهداء والمصنفين الصالحين وبالشهداء الأماريين خاصة أن تقضي حوائجنا وحوائج أقاربنا وحوائج من نبيناهم وحوائج المحتاجين وأن تشف يا مرضانا ومرضاهم وأن تحقق أهدافنا وأهدافهم وأن تبلغ أمالنا وأمالهم وأن تحسن مقاصدنا ومقاصد ومقاصد المسلمين اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وفيما أعطيتنا وتعطينا وفي جميع أمورنا يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا
في جميع مهماتنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا وسلم من نوينا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين وآتنا وآتهم عزة الدارين ونجنا ونجهم من كل فضيحات الدارين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وطهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء اللهم احفظ ظواهرنا عن العثرات واحرز بواطننا عن الغفلات واطرح في معائشنا البركات واحرسنا في الحضر والسفر من حلول البليات وادفع عنا الآفات والآهات برحمتك يا كافي المهمات ويا يا قاضي الحاجات آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اختم أمورنا بالخير والسعادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد.